السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكون دايما بخير. قناة بسيط اندرويد بتقدم لك في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف ريدمي A1 بلس موديل 2207-33 SFG اصدار الاندرويد 12. في البداية نوضح ان الهاتف بيتوقف على حساب جوجل بسبب عمل اعادة ضبط المصنع من الريكفري، وبعد اعادة الضبط بتتفاجأ بان الهاتف طلب منك حساب جوجل اللي كان موجود على الهاتف قبل عملية اعادة الضبط. طريقة التخطي في الفيديو ده هتعتمد على أداة Unlock Tool. لو مش معاك الأداة في الغالب هتلاقي في وصف الفيديو طريقة تانية لتخطي حساب جوجل بدون استخدام أدوات. في البداية اعمل للهاتف إيقاف تشغيل عن طريق الضغط على زر الباور ضغطة مطولة واختيار إيقاف التشغيل. افتح أداة Unlock Tool، ادخل تبويب شاومي، ادخل على Security، ابحث عن اسم الهاتف، اضغط على اسم الهاتف، اضغط على اختيار Erase FRB، اضغط على زر خفض ورفع الصوت الاثنين مع بعض، ووصل الهاتف بكابل USB داعم لنقل البيانات أو الكابل الأصلي للجهاز لو متاح. بمجرد توصيل كابل USB هتبدأ أداة Unlock Tool بقراءة بيانات الهاتف لحظات، وهتنتهي الأداة من عمل FRB للهاتف. بعد نجاح العملية افتح الهاتف عن طريق زر الباور، حدد الدولة أو المنطقة واضغط على التالي، حدد لقد قرأت ووافق على اتفاقية المستخدم واضغط على التالي، عدم النسخ، التخطي، التخطي، قبول، التخطي، التخطي، التالي، أوافق، قبول ملفات تعريف الارتباط، تم تخطي حساب جوجل للهاتف بنجاح. أتمنى الفيديو يكون عجبك وكون قدرت أقدم حاجة مفيدة. أتمنى لك دوام الصحة والعافية.